السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونون كلكم خير وصحة وسلامة. في الفيديو الماضي تكلمت على طريقة زراعة شجرة الإيكليبتس خارج البيت وداخل البيت أيضا، وأهم المعلومات لازم تعرفوها حول تسمية وري الإيكليبتس. اليوم نتكلم على أهم الأمراض اللي ممكن تصيب هاي الشجرة، طريقة معرفة الأمراض هاي، تشخيصها، وطريقة التخلص من عدها أيضا. طبعا شجرة الإيكليبتس تسمى أيضا بشجرة الكافور أو شجرة الكينيا، وهي تتعرض للعديد من الأمراض للأسف. من أهم الأمراض التي تتعرض لها هو مرض يسمى بمرض تعفن جذور أرميليا أميلاريا، آسفة، مرض تعفن جذور أرميلاريا. بسبب هذا المرض راح يظهر نوع من الفطريات اللي يقتل نسيج الشجرة ويؤثر على جذورها والجذع أيضا. ومن أعراض لهذا المرض هو ظهور لون داكن يشبه الجذور عند قاعدة الشجرة، وتصاب الشجرة بالتقزم. بهاي الحالة ما راح تكبر، ما راح تطول، وتبهت أوراقها وتتساقط نوعا ما وتموت الفروع العلوية. العلاج لهذا المرض هو أنه تتجنبون أو يعني العلاج لهذا المرض هو أنه تتخلصون من المناطق المصابة وتطهرون الجروح أيضا، تتخلصون قصون المناطق المصابة وتعتنون بها جيدة حتى ما ينتشر المرض. عندنا أيضا مرض آخر ممكن تتعرض إلى نبتة الإيكليبتس، المرض يسمى بمرض فيتوفور، وسبب هذا المرض نوعا من الفطريات أيضا مشابه للمرض الأول نتيجة المياه الراكدة وسوء التصريف للتربة. ومن أهم أعراض هذا المرض أنه تتغير أوراق الشجرة إلى اللون الأصفر والأحمر والأرجواني أيضا، وتموت أيضا في فترة الصيف. طريقة علاج هذا المرض أنه تزيلون الشجرة المصابة وتستبدلوها بالكامل، تعالجون الجروح أيضا، وممكن أنه تستخدمون مبيد فطري للوقاية حتى تصير يعني وقاية من هذا المرض. تزرع الشجرة في تربة جيدة للتصريف حتى ما يحدث هذا المرض من أساسه. المرض الثالث وهو مرض الإنثراروز هو مرض فطري يصيب الشجرة بالفطريات، ومن أهم أعراضه أنه تظهر آفات صغيرة سوداء بنية على الفروع والأغصان أيضا. الطريقة السيطرة على هذا المرض هو أنه تقلمون الشجرة وتستخدمون مبيد فطري خاصة في فصل الربيع. المرض الآخر يسمى بالبياض الدقيقي، البياض الدقيقي هو أيضا مرض فطري، وأعراضه تكون أنه راح تظهر مسحوق أبيض على أوراق وسيقان الشجرة، وممكن أيضا تعالجوه بالمبيدات الفطرية وتتجنبون الأسمدة وتستخدمون مادة الكبريت حتى تتخلصون من المرض، وأيضا تتخلصون وتقصون الأجزاء المصابة. المرض الآخر اللي تصيب نبتة الإيكليبتس هو تعفن القلب، وهذا المرض هو نوع أيضا من فطريات، وأعراضه تتمثل في ظهور تسوس على أطراف الجذوع، ممكن أنه تعالجوه باستخدام التقليم. أعراضه تتمثل بظهور تسوس على أطراف الجذع أيضا، وممكن أنه تعالجوه باستخدام التقليم، تحرصون على تصريف المياه وتزيلون الأجزاء المريضة. المرض الأخير الذي يصيب نبتة الإيكليبتس هو بقعة الأوراق، وهذا المرض أيضا من الفطريات، يظهر الأعراض مالته على الأوراق كبقع بنية اللون ودائرية الشكل أيضا، ويتراوح فطرها ما بين سنتي واحد إلى 2 سنتيمتر، تسبب تشوه الورقة وأيضا موت النبتة والساق. تكلمنا على أهم الأمراض الفطرية التي تصيب نبتة الإيكليبتس، طريقة تشخيصها، أعراضها، وطريقة علاجها والوقاية منها أيضا. إذا عجبكم محتوى القناة اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس.